السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ندخل في الدرس الأول من الوحدة الثانية، وهي مقدمة في أحكام النون الساكنة والتنوين. لدينا هنا أتذكر وأجيب: من خلال دراستي السابقة استخرج أحكام الميم الساكنة من الآيات الكريمة. طبعا هنا أحكام الميم الساكنة، هنا الميم الساكنة وبعدها حرف الفاء المتحركة، فهي إظهار شفوي، إظهار شفوي. أما هنا ميم وبعدها باء، وهنا ميم وبعدها ياء، فهي إخفاء في أول ميم إخفاء شفوي. وفي الميم الثانية هي إظهار شفوي، وهي إظهار شفوي. كذلك هنا لدينا ميم وميم، وأيضا هنا ميم وميم، هنا الإدغام الشفوي، الإدغام الشفوي، الإدغام الشفوي. الآن نتحدث عن أحكام الميم، هنا نتحدث عن أحكام الميم الساكنة. لدينا في أحكام الميم الساكنة أولا هنا الإخفاء الشفوي، مثالا على ذلك ربهم بهم، هنا ربهم بهم. كذلك هنا في أحكام الميم الساكنة، هنا في هذه الآية لدينا الإدغام الشفوي. كذلك في السؤال الثاني لدينا الإظهار الشفوي، مثل بهم يومئذ، بهم يومئذ. كذلك ننتقل للصفحة التي تليها، وهي صفحة 65، عندنا استمع واستلخص. عندنا في هذه الآية ذلك لمن، هنا لمن النون والخاء عليها سكون رأس الحاء، هنا عليها سكون رأس الحاء. هنا من شر، كذلك هنا في هذا السؤال، عفوا، خالية من الحركة، خالية من الحركات. وفي السؤال الثالث هنا في هذا الموقع هي خالية وعليها ميم صغيرة، خالية وعليها ميم صغيرة، خالية وعليها ميم صغيرة. الآن نتحدث عن الآيات التي تليها، وهي الآية الأولى تقول هنا الميم والها هنا تراكب الحركتين، تراكب الحركتين. كذلك هنا لدينا في هذه الآية تتابع الحركتين، وهنا الميم الصغيرة، هنا ميم صغيرة بدل الحركة الثانية، بدل الحركة الثانية. هنا طبعا كما قالوا لنا ماذا تلاحظ، هنا ماذا تلاحظ؟ طبعا نلاحظ أن التنوين، نلاحظ أن لحظات، نلاحظ أن التنوين لا يأتي على
هيئة واحدة. أن التنوين لا يأتي على هيئة واحدة. كذلك هنا في هذا السؤال، طبعا هذا الجواب لهذا السؤال، لهذا السؤال ماذا تلاحظ على التنوين؟ كذلك في هذا السؤال ماذا تلاحظ عند نطق بالنون الساكنة والتنوين في أحوالها المختلفة في الأمثلة السابقة؟ طبعا ألاحظ اختلاف في نطق النون الساكنة والتنوين في كل آية. ففي المثال الأول عندنا تنطق ظاهرة، وفي المثال الثاني تخفى، وفي المثال الثالث تقلب ميما، تقلب ميما. الآن ننتقل للسؤال اللي بعده وهي أحكام النون الساكنة والتنوين. لدينا أولا من أحكام النون الساكنة والتنوين لدينا الإظهار الحلقي، وكذلك عندنا الإدغام، وأيضا عندنا الإخفاء الحقيقي. الإخفاء الحقيقي طبعا هنا لدينا 6 حروف، وهنا لدينا أيضا 6 حروف. هنا لدينا حرف واحد وهو حرف الباء، وهنا 15 حرفا، وهنا 15 حرفا. الآن ننتقل إلى المقارنة، وهو أقارن بين أحكام الميم الساكنة وأحكام النون الساكنة والتنوين. طبعا هنا عدد الأحكام هي لدينا في هذا السؤال لدينا 3 أحكام، وهنا لدينا 4 أحكام. طبعا أحكامها هي الإدغام الشفوي، والإخفاء الشفوي، والإظهار الشفوي. كذلك هنا لدينا الإدغام، ولدينا الإخفاء، ولدينا الإظهار، ولدينا الإقلاب. أما في المخارج عندنا الشفتان، وهنا اللسان، وهنا اللسان. الآن ننتقل للجدول اللي بعده. عندنا أحكام النون الساكنة والتنوين 3 أحكام. طبعا هنا العبارة خاطئة، هي 4 أحكام. علامة التنوين ضمتان وفتحتان وكسرتان، هنا الإجابة صحيحة. لا يمكن أن يأتي التنوين في وسط الكلمة، هنا الإجابة صحيحة. أما في المخطط اللي بعده النون الساكنة، عندنا نون ساكنة أصلية، نون ساكنة أصلية تكون في الأسماء والأفعال والحروف، تكون متوسطة ومتطرفة. نون ساكنة الزائدة لا يكون إلا في الأسماء، لا يكون إلا في الأسماء. علل شفهيا يعامل التنوين معاملة النون الساكنة. طبعا لأن التنوين عبارة عن نون ساكنة زائدة. مرة ثانية أعيد الجواب، لأن التنوين عبارة عن نون ساكنة زائدة. وهذا هو حل الأسئلة لهذا الدرس. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف السادس لتعم الفائدة.